هو لامبرد بيدي فرصه للعيبه وبيعمل تدوير في الفرقه علشان خاطر اللعيبه ما تتعبش، والماتشات اللي باقيه لسه في منافسه على المركز الثالث والرابع، فالراجل بيحاول يحافظ على لعيبته قدر الامكان. لا ده لامبرد بيعمل حاجه تانية، ده لامبرد بيدي فرص لجيلمور وبيدي فرص لجيمس وبيدي فرص لموسم مونت في الماتش قدام ليستر سيتي علشان خاطر ده كاس الرابطه ومحتاج ان هو ينافس على كاس الرابطه. لا ده فرانك لامبرد الشوط الاول لما لقى ان الفرقه بتاعته سيئه واللعيبه اللي هو بيديهم فرصه قرر ان هو يسحبهم الشوط الثاني علشان خاطر شاف ان هو معتقداته كانت غلط الشوط الاول. يا ابني في كل الحالات فرانك لامبرد كان ممتاز علشان خاطر كل اللي انت بتتكلم فيه ده معناه ان فرانك لامبرد مدرب بيقرا اللي بيحصل حواليه، بيقرا اللي بيحصل حواليه في ان في ضغط ماتشات، بيقرا اللي بيحصل حواليه على ان هو لعب لعيبه واللعيبه دي ما كانتش موفقه فاضطر ان هو يطلعها. كل ده يا حبيبي مش معناه ان حد بينتقد لامبرد، كل ده معناه ان الراجل ماشي صح، بس انت بس مش عايز تفهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم صديقي العزيز، هنتكلم على مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في نص نهائي كاس الرابطة الانجليزية. في البداية مش عايز اقول لك اعمل لايك او سبسكرايب لانك راجل محترم وممتاز كده ومع نفسك هتلاقي نفسك بتشترك لوحدك يا صديقي. هنتكلم على المباراة اللي كان فيها متعة من نوع تاني، متعة الناس اللي على الخط دي بتفكر ازاي، او الناس اللي على الخط دي ايه اللي عملته للفرقة اللي موجودة في الملعب دلوقتي. فرانك لامبرد مش محتاج اقول لك ان هو واحد من الاسباب اللي خلى تشيلسي دلوقتي في المركز الثالث، واحد من الاسباب اللي خلى تشيلسي يوصل لدور ربع النهائي في كاس الرابطة. تشيلسي اللي كان اول الموسم الناس مش متفائلة، ايدن هازارد مشي، مفيش تعاقدات، الدنيا ما حدش عارف رايحة فين، بس يجي فرانك لامبرد يخرج تشيلسي لحد حتة تانية ووصلهم ان هم دلوقتي بيقرب على الصفقات اللي حصلت ان هم هينافسوا على الدوري السنة الجاية. شفت فرانك لامبرد اثر ازاي؟ طب الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الثانيه براندو روجرز خد الفرقه ووداها للمركز الثالث، ودلوقتي كان بيلعب النهارده في نص النهائي بس خسر على تريكات بسيطه، تريكات بسيطه بس بصراحه ربنا براندو روجرز من المدربين الفقريين من زمان جدا، واسال زحليقه ستيفن جيرارد هتعرف الراجل ده قد ايه فقري. براندو روجرز عنده ال 4-1-4-1 بيبدا بيها في الماتشات الكبيره، وخصوصا يعني ان هو في الحاله الدفاعيه بيحب يقفل الاطراف قدام الخصوم بتاعته، فبراندو روجرز بيعتمد على السرعات اللي بيمتلكها ايوزي بيريز وبيمتلكها جاستن، والناحيه الثانيه ناحيه الشمال بن شيرويل وهارفي بانس، الاثنين الاربعه اللي موجودين في دول عندهم سرعات، والاربعه الموجودين دول لعيبه ممتازه جدا. فبراندو روجرز كمان عارف ان نص الملعب بتاعه في ويلفورد انديدي، وكمان في يوري تيليمانز، وكمان فيهم بريت اللي ممكن يكون الاضعف ما بين الثلاثه في نص الملعب تيليمانز و انديدي، بس راجل بصراحه بيأدي الواجبات اللي مطلوبه منه احيانا، والنهارده عملوا شوط اول ممتاز جدا. شوط اول ممتاز جدا ليه؟ الناحيه الثانيه برضو فرانك لامبرد بيلعب بال 4 3 3، بس 4 3 3 دي كان فيها مشكله في نص الملعب، ولما تلعب 4 3 3 يكون عندك مشكله في نص الملعب ده معناه ان الموضوع بالنسبه لك هيكون صعب جدا انك توصل للشق الهجومي، علشان خاطر مين هيكون مسؤول ان هو وصل الفرقه للشق الهجومي والحالات الهجوميه؟ اكيد نص الملعب. لما نص الملعب يكون فيه بيلي جرمورا بياخد فرصه في ماتش كبير جدا زي ماتش ليستر سيتي، قبل ما تتكلم نص كلمة على بيلي جارمورا او ريش جيمس، الاثنين دول من الناس المنتظر ان هم يسطع نجمهم مع الفرقه مستقبلا، ومنتظر ان هم يكونوا اثنين من اعمده الفرقه، فما تتكلمش كتير، ممكن يكونوا غير موفقين النهارده بس الناس تاخد فرصه لاول مره. ويمكن كمان بيلي جارمورا كان متجمد بقى له فتره طويله جدا بسبب الفيروس، فالراجل اول مره يرجع هيلاقي ان هو بيرجع قدام ليستر سيتي، فطبيعي ان هو يكون سيء الشوط الاول. اما موسم مونت فالراجل لسه ما رجعش لحد دلوقتي من الفيروس، والراجل بسم الله ما شاء الله لسه ما بداش يرجع فورمته اللي كانت موجوده قبل التوقف، فهنستنى على موسم مونت جديد. فطبيعي كده طبعا ان الشق الهجومي يكون مختفي جدا، سواء كريستيان بوليسيتش او سواء ويليان او كمان سواء تامي ابراهام، اللي الراجل كان بيحاول على قد ما بيقدر، بس الشوط الاول كله كان لسه سيتي واخده وفحته ورد. من الشوط الثاني فرانك لامبرت في حاجه غلط، في هيرفي بانس الناحيه دي واكل ريش جيمس واكل جرموره، والناس عندها مشاكل كتيره قوي، وتيليمانز بيحب يميل عليهم، فاحنا محتاجين نغير الناس دي. صوره يا جماعه، تعالى عم اس بينزل الملعب وسيزر اس بليكوتا مكان ريش جيمس، وكمان تلاقي التغييرين بتاع نص الملعب اللي فرقوا كتير جدا، كوفاتيتش مكان موسم مونت، وكمان تلاقي روس باركلي مكان جيلمورا، او ممكن تعكسها هم، المهم الثلاث لعيبه دول خرجوا والثلاث لعيبه دول نزلوا. احب اقول لك ان روس باركلي واحد من الناس اللي بيعرفوا يعملوا واجبات هجوميه بطريقه غير طبيعيه ابن اللذينه. روس باركلي بيعرف يعمل واجب هجومي، وكمان رجليه تقيله على المرمى ورجليه مظبوطه احيانا على المرمى اكتر من لعيبه كتير جدا، فروس باركلي واحد من الناس المهمه جدا. وطبعا كوفاتيتش في الملعب راجل بيعتمد على خبراته، وبيعتمد كمان على انه لمسته في الكوره ممتازه جدا لما بيحب يبص لقدام وبيحاول يدافع على قد ما بيقدر، بس الراجل يعني ممكن يكون مش ممتاز في الحاله الدفاعيه. بس الشوط الثاني تشيلسي خد فحط ورد، تشيلسي الشوط الثاني عمل اللي هو عايزه في الشوط في الشكل بتاع نص الملعب، ولو انت مسكت نص الملعب في 4 3 3 هتعرف ان انت توصل كور ببساطه وبيسر كبير جدا للمهاجمين وللاجنحه اللي عندك. ممكن يكون عندك مشاكل
في ويليام اللي هو في حالات ويليام بيكون سيء فيها زي ماتش النهارده مثلا. يعني ويليام ما تقدرش تقول عليه ان هو كان وحش او كان حلو، وهو كان ما بين البنين، كان قاعد في النص كده. اما بوليسيتش، فبوليسيتش هو اضافه ولعيب ممتاز جدا، بس لازم تستنى عليه ياخد فرصه شويه، ولازم تحكم عليه لما ياخد فرصه تانية. هو مش كل ماتش يلعبه كويس جدا وبعد كده يصاب اسبوعين ثلاثه اربعه. فقبل ما تتسرح في الحكم على بوليسيتش، شوف هو متاح فتره قد ايه. يعني بوليسيتش لعب ماتش مانشستر سيتي ولعب النهارده، عضلاته شدت عليه، والراجل بسم الله ما شاء الله، يعني معروف ان هو لياقته البدنيه ضايعه. راجل امريكي بقى، وقبل ما يتقيم يعني كيف على الدوري الانجليزي هتلاقي ان الموضوع بالنسبه له صعب جدا. اما الناحيه الثانيه ناحيه ليستر، فالمشكله في ليستر سيتي هي انه من الفرق اللعيبه جوه الملعب اقوى بكتير جدا من اللعيبه اللي موجوده على الدكه. فلو فكرت انك تبص على الدكه بالنسبه لبراندن روجرز هتلاقي ان الموضوع بالنسبه له صعب. حتى اللعيبه اللي موجوده معاه ممكن تلاقي البرايتون وجراي، الناس دي كانت موجوده من 2015 وحققوا الدوري مع الفرقه، بس الناس دي عطائها ما بقاش زي الاول. فطبيعي جدا ان الراجل لما يزن ويحب يلاقي الدكه هيلاقي ان هو عنده مشاكل كتيره قوي على الدكه، ولما يلاقي ان الاثنين اطراف بتوعه تعب سواء هيرفي بانس او يوزي بريز ويحب يغيرهم هينزله بناس اضعف منهم. فطبيعي انك تلاقي الفرقه تراجعت والفرقه رجعت لورا. بس لما الفرقه رجعت لورا تشيلسي بقى عطاهم الجون، وروس باركلي احرز الهدف، ومن ساعتها بس قلت هم مستنيين ايه يا جماعه؟ لسه لو طلع يهاجم هيجيب جول، لان حرفيا كابايرو ده متلصم وواقف بالستر بتاع ربنا يعني. ولي كابايرو سايبينها على الله وهم حاطينه يعني، مش عارف. في ناس كتيره كانت بتقول كابايرو يلعب اساسي، بس يلا هي عدت على خير، وتشيلسي عرف يكسب النهارده، وعرف كمان ان هو يوصل. وزمانهم دلوقتي بيقولوا اللهم يا رب عايزين ارسنال بس، يا رب احنا محتاج ادينا ارسنال بس في ربع النهائي علشان خاطر نوصل للفاينل. بص، هو النهارده تشيلسي عمل حاجات كتيره قوي بتثبت ان فرانك لامبرد كل مره ان الراجل ده عليته محاط، ان الراجل ممكن يكون مدرب كبير جدا في الفتره المقبله. هتقول لي مدرب كبير، هقول لك استنى لما ياخد دوري، واستنى لما ربنا يكرمه وياخد بطولات هتلاقي ان اسمه كبير جدا. وكاحتمال كمان اقول لك عليه ان هو مدرب اسطوري. عادي يابا، مش هتخسر حاجه. بص بقى يا صديقي، بما انك ما حسبتش حاجه، وبما انك الحمد لله رب العالمين وصلت وكسبت ليستر سيتي، وبما انك يعني الحمد لله شايف ان الفرقه مستقبلها حلو، ما تعمل لايك، عيب ولا حرام يعني.